هون بتبلش برمن سانتر فيل بتفوت على الشارع اسمه شارع الجميزة على اول الطريق في هيدا الارم انا اكيد انه اكثر من 90% منكم ولا مره فهم ليش هيدا الارم ولا مره طلع هيدا الشارع ولا مره تمشى وطلع طلوع هيشوف قديش قديم رح فرجيكم شارع الجميزة على الطريق شارع جميزه هو بيوت قديمة بتطلعوا طلوع بتشوفوا بلكونات كتير حلوين قناطر حجر كل واحد من البيوت معمول بطريقة رح تشوفوا انه على البواب مكتوب 1930 مكتوب 1890 وعدة تواريخ لهالشارع هيك شارع جميزه بيروت اذا بيتظبط بصير من احلى شوارع العالم السقف 4 امتار او 5 امتار حجر كوليك ساك ديكور باول مبنى كتير حلو قديم من ميلة أزرق ومن ميلة أخضر ألف وثمانمية وأربعة وتسعين كوليج دي ساكري كور وبجو مبنى كتير قديم بفوتكم على شارع جميز شارع الألوان حجر على الأرض وش رأيك كهرباء بس ما بيمنع تتمشوا وعن جد تتفرجوا فوق وتشوفوا كم بيت قديم فيه جميزة أكثر بكتير من البابل حد بريسكتس في أنظرة
عم صور ما بعرف شو بدي اقول عن جد بيوت قديمه بينعمل منها عجائب يعني تخيلوا هيدي السياحه هون مخبيه بنص جمايزه مثل ما قلت لكم تحت الامطره تتخيلوها اوتيل الناس تجي هون هار الاحد تجتمع هذا البيت المتروك كفه تبشير صارت تقريبا بنص الشارع بيوت بالكونات كلهم بنعمل تنشي بس تعوا صوروا هون تخيلوا قديش فيكم تعملوا صور حلوة جميزة سحر بالليل بس بالنهار كاميونات عم تفضي بضاعة وكل عجقة كتير كمان بس الشارع بيضل عاجز كل النهار في بيت منه صغير ابدا بيت كتير 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 حلو ورا هالتصميمة وثاقب انه الباب مفتوح بس رح اخذكم صورة طلع شو بنص بيروت بلكون قناتي فوق تحت شو بديك زرق وجه البيت بيتين صغير ومتروك شبابيك وفوق كتير حلوين شكله مثل بيوت سكك الترين من زمان والكونتراست ورا بناية كتير قوي صرت تقريبا باخر الشارع بنايه كتير حلوه حتى بنايه كتير جديده وتاني ميل طلع على الشمال بينت بنايه كتير حلوه هلا بينت لانه قدامها في صار غورو هون في كوافير لازم تعملوا زياره كتير حلو كفي البنايات صرنا بتاني قصر بس الواحد لازم يطلع لفوق بيجي يتمشى صار قطع تقريبا ساعتين وما عم بزهق وصلنا على الاخر من هون رايح بصير ما عم بتخيل عامل ما بتجي اتمشى كل الطريق رجعة تفرجيكم الجميزة مظبوط 12 الظهر عجقة الناس بيوت الحلوة ونجوى إليها عالطريقة القديمة مهدة بخشب ما
مدهون ازرق ورا الشارع الرئيسي. عليز بوك ستور كتير حلو المحل. هون في محل اسمه توباكو اند كو، فيري نايس. في اشياء جديدة. جرافيتي من ميل ليسيت بس اشياء قديمة. في طلعة صغيرة بتوصل على دراج وجنينة. في سواح بيتمشوا ساعات اللي احنا ما عم نتمشك فيها بالشوارع. اسمها منطقة بارن كولر، هي جميزة. خلصت برمت اليوم، برمت، تسليت، شربت قهوة، تعرفت على، طلعت، صورت، وبرميت بلبنان ما رح توقف. بدعيكم تجوا تقضوا نهار وتنبسطوا بلبنان.